إلى الصين، هل تفكر الحكومة الصينية في استثمار ميناء الفاو الكبير العراقي؟ نعم، يعني من أجل بناء الحزام وطريق نحتاج إلى سلسلة من الموانئ بما فيها ميناء الفاو الكبير. فالصين تهتم بهذا المشروع، ولماذا؟ لأن هذا ميناء الفاو الكبير يقع في منطقة رأس البيشة في شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة جنوب العراق. فميناء الفاو ذو أهمية استراتيجية، ولميناء يعني نبني هذا البناء ليس مفيدا للعراق فحسب بل للصين أيضا. بحلول عام 2038 عندما يكتمل الميناء بالكامل ستبلغ طاقته 99 مليون طن. ميناء الفاو هو نقطة تقسيم بين الشرق والغرب، ويمكن للبضائع القادمة من الشرق مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وغيرها من الدول الشرقية أن تمر عبر هذا الميناء ومن ثم عبر قناة جاف إلى تركيا وأوروبا حتى إفريقيا. جنابك ذكرت 500 مليار حجم القرض دكتور سعادة البروفيسور، وتحدثت لي عن ميناء الفاو بشكل جميل جدا. هل الرؤية الصينية الآن تدفع باتجاه ميناء الفاو أولا؟ أسف مرة ثانية دكتور، قلت جنابك 500 مليار حجم القروض التي تدفعها الحكومة الصينية للعراق من أجل البداية بالحزمة الأولى للإعمار، وسؤالي هنا تحدثت جميل جدا عن الميناء الفاو العراقي وأهميته الاستراتيجية، هل يعني لكم كثيرا ميناء الفاو؟ نعم، لأن هذا محور مهم في المبادرة الحزام وطريق. كنا نتشاور مع الجانب العراقي عن المشاركة في بناء ميناء الفاو الكبير.